تحدث في العراق وأتعبني كثيرا، فلا أريد أن أطيل الوقوف بين يديكم مع فائق الاعتذار، لكن بغض النظر عن من بدأ الفتنة بالأمس، أنا أقول الآن أمشي متأطئ الرأس، وأنا أعتذر للشعب العراقي الذي هو المتضرر الوحيد مما يحدث، وأقولها وبملء الفم أن القاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، ما أريد أكررها بعد مرة ثانية أو ثالثة، سواء كان البادئ الطرف الأول، الطرف الثاني، الطرف الثالث، هذا ما يفرق عندي أبدا، القاتل سواء والمقتول سواء. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معه، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان، بالأيدي، بالقلوب الصافية، بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص وعلى القاذفات وعلى الهاونات. بئسة الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بئسة الثورة. بغض النظر عن من هو البادئ، فهذه الثورة ما دام شابه العنف وشابه القتل فهي ليست بثورة أصلا، ولن أقول بعد الآن إنها ثورة. كما خرجت عن سلميتها ثورة تشرين وانتقدتها، أنا الآن أنتقد ثورة التيار الصدري بعد. المهم لا أنسى الشكر للقوات الأمنية البطلة التي وقفت موقف الحياد مع كل الأطراف، الشكر لأفراد الحشد الشعبي، الحشد الشعبي أفراده ما لهم علاقة، قد يكون قيادات لهم علاقة بس الأفراد ما لهم علاقة، أدري بهم ما يطلقون طلقة واحدة على أبناء وطنهم، قول له. والشكر بالقوات الأمنية والحشد الشعبي وقائد القوات المسلحة أيضا، هم كان وقفته مشرفة. لا تقولوا لي خرج الموقف عن سيطرتنا وأنه العشائر قامت تتقاتل وتريد سعر أبنائها. حبيب السنين العشائرية لا نعترف بها. محمد الصدر، إذا أنتوا أولاد محمد الصدر، محمد الصدر ما يؤمن بالسنين العشائرية. الشرع، الاقتتال، الدم العراقي حرام حرام حرام، سواء من العشائر، من طرف آخر، من التيار، من غير التيار، ماكو. هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لازلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرع حتى من التيار. مظاهرات سلمية ماشي، لا مو ماشي، حتى مظاهرات سلمية بعد ما ريت. شنو ذنب الناس من بارحة العصر لليوم؟ رعب، مدافع وقاذفات وهوانات، شنو ذنبها؟ قاعدة ببيوتها سالمة آمنة، أنت تجي تتخلص من الفساد تكتل بالناس؟ لا حبيبي، مقاومة ما قبلت تقام بالشوارع وبين المدن وبين البيوت، بعد ثورة؟ بدل عقلك. انسحاب كامل حتى من الاعتصام، وإن لم تطيعوا لنا موقف آخر. إذا ما تخافون على دينكم وعلى عقيدتكم خافوا على وطنكم. شكرا لكم، إذا عندكم سؤال سؤالين أنا جاهز. كان هو حفل الانضمام بعد ما حدث امبارح،
لا بالسياسة أنا ما أتدخل، وأنا قلت أنه بارحة اعتزلت، وهذا اعتزال نهائي لأنه اعتزال شرعي، مو بعد اعتزال سياسة واجتماعيات وأمور أخرى. لا شرعا المرجع قال ماكو تدخل، بعد ماكو تدخل، خلص هاي في مال لا في مال، لا مالي شغل بعد، أنا مواطن عراقي ومالي دخل بأي سياسة ولا أي شيء. هو أكو طرف ثالث مالي دخل، رجعت بالسياسة لا تسألني. اي بعد على السياسة انت مو شرقية مو ايه يعرف مليشيا الوقحة، مليشيا الوقحة، لو حالين الفصائل من قلت حل الفصائل ما كان صار هيك.